يقاس دايما استاذ محمد يعني مدى رقي او تقدم اي شعب او دوله به الاهتمام بالفئات الاكثر احتياجا او الفئات الضعيفه المهمشه ما بين قوسين، فئات الاولى بالرعايه. الاولى بالرعايه، احنا مش شايفين اهتمام بالاطفال والنساء وكبار السن وذوي الاعاقه موجوده في قلب هذه الاستراتيجيه. عايزين حضرتك توضح لنا اكتر الى اي مدى بيتم الاهتمام بهذه الفئات. لما نقول ان انا عندي تشريعات خرجت لتعزيز حقوق المراه في مختلف القطاعات يبقى انا عندي اهتمام فعلي. لما جرم وحول عقوبه جريمه الختان من جنحه الى جنايه يبقى انا بتكلم في تحرك فعلي. لما اتكلم عن تغليظ عقوبه زواج القاصرات فدي النهارده بالنسبه لي تحرك فعلي. لما يبقى عندي مجموعه من الجرائم بيتم تغليظ العقوبه بتاعتها وضمان ان يتم تطبيق وتفعيل هذه العقوبات فيبقى بتكلم ان انا بعزز من حقوق المراه. لما الاقي وزيرات موجودين في الحكومه المصريه يقومن بدور فاعل في العديد من القطاعات فده تمكين في المواقع التنفيذيه. نفس الكلام لينطبق على البرلمان. لما الاقي كبار السن ان الدوله بتخصص موازنات كامله وعندي صندوق لحمايه كبار السن وعندي ملفات مهمة بنشتغل فيها عشان خاطر جيل الرواد، هم على فكرة هم دول كبار الشخصيات اللي موجودين من أفنوا عمرهم طبعا في خدمة الدولة المصرية، يجب أن يكون لديهم وضع خاص في هذه الدولة. صحيح، مصطلح خير الحكومة ده ما بقاش موجود وكرموا. احنا محتاجين ان احنا نشوف ده. بنشوف الفعاليات الرئاسية اللي بتتم بشكل متواصل تكريم رموز المجتمع المصري من فئة كبار السن اللي قاموا بدور في خدمة وعطاء الوطن. مش العبرة بالموجود حاليا، اذا لم تكرم من قام بالبناء في هذا الوطن بكل تأكيد لن يكون هناك عاملا حفازا للمواطنين الحاليين. لما نتكلم عن الطفل وتعزيز حقوقه، مدارس كبيرة، لما الدولة المصرية تهتم بالحق في الغذاء للطفل ونتكلم على صحيح. تطوير ملف التغذية المدرسية وان يبقى عندي رعاية صحية لائقة تليق بأطفال مصر، أنيميا والقصر القامة، حاجات كتير النهاردة أصبحت موجودة تقزم. كلها ممارسات عملية. لما يبقى عندي معاش تكافل وكرامة يربط حصول الفئات الأولى بالرعاية على استمرار أبنائها في التعليم، يبقى أنا عندي دولة بتؤمن إيمان حقيقي أن الحق في التعليم هو حق رئيسي يجب العمل مش بس على تعزيزه، على ضمان ممارسته. نيجي نتكلم عن كل الفئات هتلاقي الممارسات العملية هي الدليل والتبيان لأي عمل بيتم في مختلف القطاعات. عشان كده بنقول إن احنا على الطريق الصحيح. صورتنا مش وردية والدنيا مش أحسن حاجة ولا احنا خلصنا كل الملفات، ولكن أصبح لديك استراتيجية واضحة وإيمان حقيقي أن عصر الإخفاء والتناسي لم يعد مقبولا في هذه الجمهورية، أن المصارحة والمكاشفة هي أسهل طريق للعلاج. عندي قانون إجراءات جنائية كان بقاله أكتر من 70 سنة، محدش النهاردة عنده الجرأة أن هو يطور فيه تطوير فعلي. شاهد عديد من التطويرات، احنا النهاردة بنتكلم في بدل حبس احتياطي، بنتكلم عندي حوار وطني شارك فيه المعارضة قبل الموالاة. صحيح. شايفين بكل تأكيد حالة من الحراك السياسي وتعزيز مشاركة سياسية لكل القطاعات. شايفين مجتمع مدني كان بيتخون في فترات سابقة ويتقال عليه أنه قائم على التمويل وقائم على التعاطي مع منظمات دولية، ونسينا أن المجتمع المدني المصري هو مجتمع مدني وطني عمره أكثر من 200 سنة، أكبر من عمر دول كبيرة في العالم. جاء السيد الرئيس ليعلن أن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني، وتبدأ تعمل منظمات المجتمع المدني في شراكة وتوافق مع مؤسسات الدولة المختلفة عشان يكون عندي إصلاح حقيقي. يبدأ كمان يبقى عندي تحالف وطني موجود بيضم المنظمات الفاعلة في ملف العمل الخيري والعمل الأهلي الخاص بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ويبدأ يشتغل في كل القطاعات ونشوف بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم ما بين منظمات مجتمع مدني وما بين وزارات الدولة عشان يعملوا مع بعض في مشاريع قومية هدفها بناء الإنسان المصري.